عسلامة مدام. عسلامة. مرحبا بيك. أكثر. اخترتش تحكي معانا في موضوع الزواج بين الماضي والحاضر. باهي أبشرتك على الماضي. الماضي كانت تنسى عينيها مغمضة. ترضى يحبوا يتهناوا. هذا ما شو نقول لك؟ يحبوا السيني، هذوما يحبوا يحلوا عينيهم يقعدوا الملك يقعدوا كراها. سامحني هذوما ما يحبوش يهنيوا على روحهم. هذوما ركا شهر شهرين اطلاق. هو طلق انتشر كي الوباء في تونس. من نعطيك انا من راجل للمراه من الاثنين راهو زاده، فهمت؟ وشكون يقعد يدفع الفاتوره؟ تقعد لك الصغار هي اللي تدفع الفاتوره، فهمت عزيزتي؟ هيك صغارك اللي تلقاه عمره 8 سنين و9 سنين قاعد في برد حلق الواد ويحب يحرق. اي ويحب يحرق، يحب برشا حاجات، فهمت؟ يرى في نديدو يلبسوا ويخرجوا ويسهروا، يحب يعمل كيفهم. كيما يلقى شي ولي يتلزي ولي ينحرف ولي يسرق ولي يدخل دومين اللي هو ما يحبوش، يولي يعمل حاجات خايبه. في التربيه زاد مدام لازم نربيو صغارنا على القناعه. فما فماش لا، الدار تربي الشارع ما يربيش. هذيك ريت الدار لم سامحني لم تربي تخدم تندب على ايامها، تخرج مسكينه من الصباح من الظلام تروح الظلام خاصه توا. فهمت انت برا شوف المتروات كلها بلان بالعباد، ما عادش والعباد ما عادش حابه تعرس، ما عادش انسى ما شاء الله. فهمت؟ خاطر مش كي قبل كانت الحشمه، كان القدر، كانت الطفله ما تقعدش في الصاله مع خطيبها وحدهم، نو تقعد مع العائله. فما توا ما عادش توا. هذا وقتاش مدام؟ هذه توا. لا وقتاش كانت ما تقعدش مع خطيبها في الصالون؟ انا بدي عرست نحشم، ما نقعدش معاها قدام دارنا، نحشم، نقدر، نحترم كل شيء حتى الاخر. مش تخرجوا مع بعضكم؟ لا من خر... لا والله صدقني نقصر. بيلي ناس قبل خرجوا راهو. لا بنظافه. بنظافه صحيتك. مش مخه معاه وهي ما تخدمش. نو بنظافة وعرسنا بقيمتنا بقدرنا الحمد لله يا ربي وسنا ما شاء الله. فمتى بورتون انا هاني انا يتيمه نسمى وعندي امي خير من 20 راجل الحمد لله وصلتني ونعمل عند ربي. فما تفضل انسان ديما يحمد ربي ويرضى بنسيب اللي عطوه ربي، مش يبدا يفيسوا بالكذب. هنا سامحني تبدا بستلي توب وسروال، انا راجل مرك انسان من يمشي على روحه. تبدا هي ماهيش امراه اصيله، راهو ايش نقول لك الاصاله والتربيه عندها دور. سامحني تو قول لها ينصر وتمشي تصارى معاه، علاش توسخ روحك؟ شد دارك؟ حتى لو كان انت تنجم قولوا لا. انت تنجم وتحب تخش قولوا لا، ما نخرجش. شد دارك؟ حشو بيك هو يجيك هو يشريك، مش انت تبيع له روحك. لا كان يرجعوا كي قبلت تشوف المراه، حتى مراه ما تقعد ما تخش راجل. تو قول لها نمشي نمشي ونحوس نمشي حتى بقى اخرى تقول له اوكي نمشي معاك. بخلاف الانفيلات هذا مدام زاد البطاله عندها دور. اي البطاله ناس بالثقفين قارين ما شاء الله باش هيدهم وبطاله، فماش خدم يوصل العمر الياس يقولوا له تو ما عادش عندك حق فاش ترسب، يولي يخدم بريفي حتى بريفي كيف كيف. ما عادش فما حتى حاجه تفرح في البلاد من الاخر، ما عادش. نحكيو على الشروط نتاع الزواج قبل شنو كانت تشرط العروسه. أي قبل وتوا قبل وتوا، وحسب ما في بالي مدام اللي الشروط قبل كانت متوفره وتوا ما عادش. بشوي قبل خاطر الطفله بقيمتها وبقدرها، بنت ناس وبنت اصل. فمتى كي يحط يده على يدها تقصها له من الاخر. فهمت؟ كانوا بنات اصول اللي تطلب الصيغه الديامون تجيبها ويبدا بالشيوخ يغزر حتى الكعبه تسيقها كانه شرا قش عليه باب العرش تحلو. فهمت؟ بصراحة مش كيما توا، توا يختم فيليت بصفة غريبة. فما الباهي راهو ما نكذبش نقول الكل خايبين، نو. فما بنات الفاميلي ما يغزرولهمش مسكنات، فما بنات ناس متربيين، بنات عائلة، بنات أكابر. إي فهمتني؟ أنا نسكن تونس العاصمة، بنات أكابر قطايع تشوف واحدة تنسى ثانية. ما ياخذوهمش هذوك خاطر ما يسهروش، ما يخرجوش، وفما اللي يعملوهم كلهم ياخذوا رجال شخصيات. تخرج وتسهر كله ما شاء الله عليها مسعوده. مادام قلنا الاسعار قبل معناها نتاع الذهب كانت ارخص من توا. على الجرام كان 8000 قبل. كانت الرحمه، توا ما عادش رحمه، الدنيا غليت والشباب مساكن فد ما يلقاوش خدم. فهمتني؟ يولي مسكين يبدا ستريسي. فهمت؟ توا انت تمشي السبيطار منوبه تلقى فيه ناس مرضى باعصابهم، باش هيدهم ياخذ متريز، ياخذ ماستير وبطال، علاش؟ حتى معناها مادام روحتش يعالج في مستشفى الرازي، مش بالضروره يكون يعني انسان معناها اكتئاب. نو، ماش مرض الاكتئاب من الاستغاث، كلها ناس تونس كامله بالاستغاث توا. الناس الكل عندها اضطراب نفسي. سامحني تمشي تلوج الحليب ما تلقاش، تلوج السكر ما تلقاش، تلوج فرينه ما تلقاش، يعني كيفاش تمرض بالاكتئاب من غير ما تفيق؟ لوجيك نحكي. فهمت؟ تمشي للعطار يقول لك انت ماكش كليونت عندي، انا ما نبيعلكش، مو الواقع عزيزتي. فهمت؟ بصراحه وحتى باش يعرس منين؟ الظروف قاهره تو والوضع كارثي، ما فما حد شيء يفرح. انت تو تبدا 25 عندك حق تخدم يتاتيك، تو نو توت 25 ما انت عندك لا لوا باش تخدم. فوالا الدنيا صعبه وكريز مونديال هو.
اما هنا احنا في تونس كريز شيء من وراء عجب بصراحه. فهمت إيه مدام بما انك انت بنت الربط هكايا وبنت تونس العاصمه تتحسر هكايا كي تعمل دوره في حبيب بورقيبه؟ والله نحكي معك بصدق انا ما نهبطش قله، نسكن في تونس العاصمه مين نهبط؟ ما عندكش حاجه تفرحك باش تهبط. انا كي نهبط نمرض، والله نمرض قصه، انا نقعد في الدار نعمل كاستي اخضر انا وامي نعلمك نبدا عايشه في عالم اخر. خليني عايشه في عالم اخر خير من نعيش في العالم هذايا وهو عالم ما فيه ما يربح، ما فما حد شيء يفهم. سكان تونس يعرفوا بالقدا حبيب بورقيبه بين نخرش الماضي نخرش والحاضر. قبل كانت تونس خير من توا برشا، توا مشيت تونس من الاخر مشيت، العباد كلها تغزرك تغزرك مصالح، ما عادش يغزرك لشخصك انت، يغزرك مصلحه توا. ماش انه العباد هكا بدات تخاف من بعضها شويه؟ ايوه اي، والحن ترفع الحن، ما عادش بين العائله، ما عادش فما حن، ما عادش فما حن جمله في العائله، ما فماش حن نهائيا، والعباد ولات تخاف من بعضها خاطر الوقت تغير. مش كي قبل، قبل تخلي جارك في دارك وتخرج ونغمال، توا تخاف على روحك انت كشخص، تخاف انت كي تدخل دارك تخلي باب محلول تتفجع وتخاف على روحك، تقول تو يدخلوا لي، تبدا ريقتها تخرج تبدا تسكر في الباب مرتين وثلاث خاطر البلاد ولات تخوف. ما عادش فما، ولات تخوف تونس بصراحة تامة، وربي يقدر الخير وربي جريها للسلاح. مدام قلت لي نرجع للزواج، قلت لي ابنك متزوج سويسرية. اي تفضحنا. شنو الفرق ما بين انه يكون متزوج سويسرية وما بين انه يكون متزوج تونسية؟ مسكين خاطر الظروف لزته بشيخوها غالي. مكتوب يعني. سيدي نو مكتوب من حتى تونس باهيين، عندنا بنات باهيين، عندنا بناتنا يهبلوا ديامونت، تشوف ديامونت تنسى الثاني، مي ما عندهم الشانس، مي عندنا قطايع كتشوف قطعة تنسى قطعة الأخرى، عندنا بنات رجال، عندنا نساء نساء تحطها ب 20 راجل بصراحة. ماكن ما عندهمش مساكن خاطر ما يخرجوش ما يسهروش ما يدوروش، ما تتشافش، ما تتشافش هذيك، هذيك تشوفها كان الحيوط، ما يشوفها شكون باش يشوف هذيك، خاطر بنت ناس بنت عائله، هذيك عندها رجال تخاف، الست تروح من خدمتها مسكين تروح للدار، هذيك تدخل كوجينا ديريكت هي تلقاها كانت تعبه، بنت ناس بنت رجال هذيك، فهمت؟ هذوك ما يشوفوهمش، عندنا بنات احنا في حومتنا قطايع ديامونتات مساكن ما خذاهم حد خاطر ما يخرجوش وما يسهروش وما يدوروش، هذوك ما يلقاوش رجال، وليت تب تكذب عليهم وتمثل عليهم، هذيك الله غالب هذيك تونس بصراحه، هذيك تونس. مدام نخلي لك الكلمه الاخرى. انا شو نقول لك؟ ربي يبرد السموم، وربي ان شاء الله يسهل بناتنا، وربي يقوي سعودهم، وربي يخفف مكتوبهم، يعطيهم رجال صحاح كما نحبينا، وربي يقوي صادق انت زاده، وربي يهدي وليداتنا ويصلح حالهم وبعدهم على الظلم ولاد الحرام، وربي ينصر تونس، وربي ينصر تونس، وربي ان شاء الله يحميها، وربي بقى علينا ست اليوم الستر. امين واجمعين. الاخر ليك انت عزيزتي. عايشك يا مدام ربي يفضلك. عايشك، ميرسي عليك.